بالظبط. طيب خليني قبل ما اختم اعيد على جمهور النادي الاهلي قائمه الفريق زي ما حضرتك شايفينها على الشاشه كده: حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، خط الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ وجيرالدو، خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وصلاح محسن.